التي تعيش على أرض الدولة. أنا لما بخلي المحامي يحضر وجودي في الجرائم الجوائز فيها الحبس في ناس بسيطة جدا وما بتعرفش تدافع عن نفسها. لا وجود الزام وجود المحامي وجود الزام وجود المحامي شيء جيد جدا من وجهة نظري، ولا سيما ان احنا في مجال بناء الدولة الديمقراطية ما فيش مشاكل ان احنا نضحي شوية بمصاريف التي سوف يتقاضاها الاخوة المحامين، ولكن من قبل تحقيق العدل. هو المهم في الموضوع زي ما حضرتك ذكرت هو تغيير الفلسفة، فلسفة التعامل مع المتهم وإعطائه كافة حقوقه ومعاملته بأدمية وإنسانية. هذا هو المهم طبعا. فلسفة أنت نوفر الحقوق والحريات أهم من الأموال التي سوف تصرف، لأن هي دي اللي هتنشئ مواطن له حقوق وحريات وهتبني طيب دولة قوية. فيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية طبعا هو يعني لا خلاف أن كان الإخوان المسلمين كان هدفهم تدمير المحكمة الدستورية العليا. هذا الدستور أعاد للمحكمة كل ما سلبه الإخوان بداية من تحديد عدد، وده كان شيء غلط طبعا. يعني أنا أحدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، طب افرض كثرة القضايا يعني سبب أو لآخر يبقى يعني نجعل هناك تراكم. لا، هي الجمعية العمومية للمحكمة، المحكمة أولا بقت جهة قضائية قائمة بذاتها، ده شيء جيد جدا. المحكمة هي اللي تملك تعيين رئيسها، المحكمة هي اللي تملك تحديد عدد دوائرها وفقا لمعدلات الإنجاز لديها. لا أنا شايف إن نص المحكمة الدستورية العليا إضافة وتصحيح لوضع خاطئ. وضع طب لو كان استمر العمل وفقا لدستور 2012 فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا كنا ممكن نوصل لحد فين يعني؟ لا يعني هم كل اللي عملوه أصلا كان فكرهم انتقامي شوية وانتقام شخصي. يعني كل اللي عملوه إن هم خفضوا العدد عشان خاطر يطلعوا ناس معينة، وده هم يعني حتى لما جه وازن ما وازنش مع فكرة اللي هي تحقيق العدالة، اللي هي إن أنا كده بقلل عدد القضاة المحكمة، وقضاة المحكمة دول مش حاجة بسيطة، دول كبار قضاة القضاة في مصر. فلما يجي النهاردة قلل العدد فهيتأخر فصل في القضايا يعني، فكان فكر انتقامي الى جانب ان في اعتقد ان هو كان نجوم في الاختصاص وقيد اختصاص المحكمه، الاختصاص رجع تاني تفصيلي للمحكمه. لا اعتقد ان هم كانوا ناويين طبعا زي ما احنا عارفين ان الدوله دي تتحول في الاخر الى جزء من الجماعه. سريعا يعني ليس امامنا الا ثلاث دقائق، لكن فكره محاولات الاخوان لاخوانه القضاء ايضا ربما هذه نقطه الان يعني حولها الكثير من علامات الاستفهام، وهناك محاوله لتطهير واكتساب هذه الايادي الاخوانيه من داخل ال هو يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني هو هذا الموضوع يعني من يثبت انتمائه لهذه الجماعه هو انتمى الى تنظيم، والانتماء الى اي تنظيم هو امر يخالف تقاليد القضاء في كل وقت وكل زمن. يعني مش في مصر بس، مفيش قاضي بينتمي الى تنظيم، ما تنفعش. لان هو ازاي هاخد تعليمات من هذا التنظيم؟ طب انا هيبقى يعني ولائي للقانون ولائي للجماعه. فده طبعا امر مرفوض وامر نستنكره، وان كان احد ينتمي اليه وثبت انتمائه فطبعا ده امر يعني هناك المجالس العليا تتولاه وتتصرف قبلهم وفق احكام القانون. هذا الدستور انا في نقطه بس كنت عايز اقولها في حته السلطه القضائيه، ان هذا الدستور في الماده 11 اللي هي الماده الخاصة بالمساواة ما بين الرجل والمرأة سوى أعطى لأول مرة حق صريح للمرأة. هي المرأة موجودة في النيابة الإدارية، وصلت لدرجة رئيس هيئة ومستشارة وتؤدي بكفاءة وبدرجة عالية من الكفاءة والاقتدار، والمرأة قاضية النهاردة في موجودة في القضاء، ولكن المجال ما كانش كتير. يعني النهارده بقى في الزام تم النص عليه في الدستور الماده 11 الزام بالمساواه في الجهات والهيئات القضائيه، وده شيء يعني امر يعتبر نقله حضاريه للدوله. لان يعني احنا مع التميز وضد التمييز.
يعني اذا كانت المراه كفء فتتميز. مع التميز ولكن ضد التمييز. طيب يعني سريعا حضرتك بماذا تنصح المواطن الان؟ يعني احنا مقبلين على فتره الاستفتاء يعني اسبوعين تقريبا وتبدا عمليه الاستفتاء على هذا الدستور. هو يعني انا مش بنصح، انا بقول رايي الشخصي في حدود يعني فهم قراءتي لهذا الدستور من وجهه نظر قانونيه ومقارنته بسابقه. هذا الدستور افضل من كافه الدساتير التي كانت موجوده قبل ذلك، وهذا الدستور يدعم قيام دوله حديثه. يعني في ماده 173 في هذا الدستور هي من اعظم المواد اللي هي اخضعت الوزراء ورئيس الوزراء للقاعده العامه في المحاسبه. الماده دي هتغير فلسفه تعامل السلطه التنفيذيه مع المواطن. دي هتغير كيفيه حياه المواطن المصري وكيفيه تفكير الموظف المصري، لن يكون هناك احد فوق القانون او فوق الحساب. وكما نعلم ان السلطه المطلقه مفسده مطلقه. فعندما تنتهي السلطه المطلقه سوف يسود العدل. طبعا الدستور ممتاز، الدستور جيد. الدستور ان كان فيه بعض العيوب هي عيوب يمكن تعديلها ببساطه شديده جدا مع اول لمجلس الشعب. يعني احنا طبعا هو المقصود في ان احنا بنقدم المعلومه المبسطه للمواطن العادي، وفي النهايه نعم او لا هي ترجع او تعود الى اي شخص الحريه الشخصيه والمنطق. صحيح. نشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار احمد خليفه وكيل نادي مستشاري النيابه الاداريه. شكرا جزيلا يا فندم. وايضا نشكركم مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقه من المشهد. في الغد حلقه اخرى والقاء الضوء على مواد اخرى في دستور مصر الجديد. الى اللقاء.